وأما الآن فإلى أخبار الطقس، فاطمة تطلعنا على المزيد. تفضلي فاطمة. شكرا نوها، شكرا أميمة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا وجولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، الإسكندرية 30 22، مطروح 29 20، بورسعيد 31 22، الإسماعيلية 34 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34 22، العريش 31 22، طابة 35 21، شرم الشيخ 37 25، الغردقة 36 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصى 39 26، أسوان 39 26، الوادي الجديد 39 25، شلاتين 34 25، حلايب 31 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.